يقيلونا في حياتنا بغيت نعرف اش من عينينا بلاتنا يعطق قلبك تنسى اللي كان بيناتنا وتهرس قاع اللي بنينا في حياتنا قيلونا في حياتنا بغيت نعرف اش من عينينا بلاتنا يعطق قلبك تنسى اللي كان بيناتنا وتهرس قاع اللي بنينا في حياتنا. معكم أنور الشنتوف ابن مدينة تطوان وشكرا على الاستضافة لليوم 24. بصراحة ملي عرفت راسي وانا كنغني دونك انا موهبة حاولت انني نسقل الموهبة ديالي بخلال التجارب ديالي وانني الاحتكاك ديالي في الدومين الحمد لله وصلت لواحد مستوى متواضع. بديت صراحة كنغني الاغاني الشرقية والحمد لله درت اغاني ديالي اغاني مغربيه ومؤخرا خرجت اغنيه جديده اللي هي قيلونا. قيلونا من كلمات والحان جمال احمدي واخراج هلال عزوزي والتوزيع الموسيقي ديال سيمون المراوي والهندسه الصوتيه ديال محمد احناش طبعا هاد ليكيب اللي كنخدموا دائما. وهاد الأغنية الموضوع ديالها فهو موضوع اللي عشته صراحة وما كنبغيش صراحة نهضر في هاد الجانب كنخلي أنني داك الأغنية نبارطاجيها مع الناس ونوصل لهم داك الإحساس حيت هي موضوع ديال الفراق فأنا عشت صراحة داك السيتياسيون ولكن كنحاول ما يمكن نخلي واحد لا ديستانس مع الجمهور ما كان صراحه ما كنبارطاجيش كل ما هو شخصي بالضبط. فاذا سمعتي الاغنيه غادي تسمع داك الاحساس اللي غنيت به والكلمات فهي اغنيه معبره وهذا هذه الرساله ديالي. كاول التصوير صراحه دوزنا تجربه زوينه واخا فيها شويه تماره مي طبعا اي حاجه بتماره باش كتطلع واعره. صراحة أنا الفن يعني كيعجبني والأعمال ديالي بغيتها توصل للناس على الصعيد الوطني ولما لا على الصعيد العربي وإن شاء الله على الصعيد العالمي دونك الشهرة فهي ضمن الأهداف. المثل الأعلى بكل صراحة هو الفنان تامر حسني وسورتو أنه كيمثل وأنا عزيز عليا التمثيل الحمد لله. انا كملت الدراسه ديالي عندي باك بلس 5 فتفرغت للفن من بعد الدراسه طبعا عاد تفرغت يعني بكل يعني بافكاري بوقتي بكل شيء حاولت انني نتفرغ للفن بالاعمال وبالخدمه وبالاحتكاك في الدومين لان الاحتكاك هو اللي كيكون داك التجربه اللي مبنيه على الصح. أعمال فنية عندي أغنية إن شاء الله من بعد الشهر ديال رمضان الله يدخلوا علينا وعليكم بالخير فهي أغنية بعنوان بركات هي أغنية الموضوع ديالها موضوع ديال الأمل أنه رغم كل الظروف اللي كنعيشوها إلا أنه كاين البركة وكاين الخير إن شاء الله فكنوعدكم إن شاء الله غتكون أغنية في مستوى أغنية مفرفشة. وبصراحه كانوا كومونتيرات زوينين وكانوا كومونتيرات ماشي زوينين ولكن داك النقد البناء دونك كانوا كومونتيرات اللي كيقولوا انك بصراحه عندك احساس زوين والكلمات ديال الاغنيه كلمات متناسقه كلمات في المستوى كلمات راقيه وبالنسبه للكوتي نيجاتيف هو انه كانوا كيقولوا لي على انها اغنيه حزينه ويعني خرجتي اغاني انها فيها بزاف ديال الحزن دونك كنوعد الجمهور كنوعد الناس اللي كيتابعوا انور الشنتوف انه غادي يدير اغاني ان شاء الله اغاني مفرحه اغاني مفرفشه.
الصراحه ماشي انا غير انا ملي كنغني شي اغنيه كنعطي داك الاحساس. دونك هي اذا كانت اغنيه فيها واحد الموضوع اللي هو حزين فغيوصل لك 100% غيوصل لك داك الاحساس الحزين. فاذا كانت اغنيه مفرحه غادي نوصل لك داك الاحساس المفرح. دونك انا في يعني في الغناء اي ستيل كنحاول انني ننزل عليه داك الطبع كيف ما هو وداك الاحساس وفهمتيني يعني كنخدمو ازيد. بصراحة أنا واحد إنسان اللي هو إيجابي وكنشوف ديما الأمور بإيجابية، رغم أنه أنا يعني مازال يعني في الطريق أنه للشهرة، إلا أنه كناخد تجربة في كل مرة في كل عمل. فإن شاء الله لما لا إن شاء الله القادم غادي يكون أنه غادي تجي إن شاء الله في الوقت المناسب، غادي نكون حتى أنا يعني مكمول فهمتيني من داك التجارب اللي فاتوا. دونك الواحد ما يفقدش الامل، بالعكس ديما يدير الجديد، ديما يخدم على راسه وان شاء الله ملي كتجي في الوقت. انور من هنا 5 سنين ان شاء الله نتمنى الصحه والسلامه، وان شاء الله يكونوا اعمالي مسموعين على الصعيد الوطني وعلى الصعيد العربي، ونديروا حفلات اللي يكونوا كبار واللي يكون فيهم جمهور كبير، لان انا عزيز عليا اللايف وعزيز عليا المسارح. طبعا الجمهور ديالي كنقول لهم شكرا شكرا بزاف على التشجيعات ديالكم. وانوار انوار العصامي كما كيقولوا، دونك انا مكمل ان شاء الله الى اخر نفس. فكنوعدهم ان شاء الله باعمال رائعه، وكاين ديديو اللي غادي يكونوا مع فنانين ان شاء الله. نتمنوا النجاح ان شاء الله والتوفيق.